اهلا بكل متابعي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من اون سبوت، وضيفنا النهارده مش زي باقي الصحفيين، هو بقى ذاكره متحركه عن الرياضه المصريه وعين الخبير المحب اللي بتنتقد عشان بتدور عن التصحيح. اراؤه بتشكل جزء كبير جدا من الراي العام الرياضي، مقاله منه كفيله انها تغير قرارات مهمه جدا. النهارده في اون سبوت قررنا ان احنا نبص على الكوره بعين تانيه خالص، نبص على الرياضه بعين خبير، استاذ وناقد كبير جدا، هو استاذنا حسن المستكاوي اللي هنتكلم معاه في كل حاجه عن حياته وعن كواليس كمان ليه مع والده الراحل العظيم نجيب المستكاوي، وكمان رؤيته لبدايه الدوري المصري وايه ابرز النقط اللي هيتم تغييرها. النهارده حلقه مختلفه، حلقه رياضيه ثقافيه هنتكلم فيها عن التاريخ المشرف وكمان عن الحاضر اللي محتاج لتطوير. بعد الفاصل. رجعنا سريع عشان نستقبل ضيفنا النهارده في اون سبوت، ناقد الرياضي الكبير كابتن حسن المستكاوي. اكيد منورنا النهارده في اون سبوت. الله يخليك يا شيماء، ميرسي جدا، ومش يعني سعيد قوي ان انا معاك يعني. انا اسعد اكيد يا كابتن حسن. عندنا كلام كتير قوي هنقوله النهارده، حلقتنا النهارده هتطول، لكن قبل ما نبتدي كلامنا تعالى نروح نشوف التقرير ده. يلا. ونرجع نبتدي. يلا بينا. هو ناقد ابن ناقد، وفخامة الاسم تكفيه، فهو استمرار لاسم عائلة كبيرة تميزت في النقد الرياضي وتركت علامات تاريخية صحفيا ورياضيا. هو حسن نجيب المستكاوي، أستاذ الأساتذة وصاحب الرأي المنير في عقل الرياضة المصرية. المستكاوي قام بتغطية مختلف البطولات في كل الألعاب، ومنها دورة الألعاب الأولمبية في أثينا وكأس العالم لكرة القدم والألعاب العربية وبطولات عربية وأفريقية في مختلف اللعبات، وبطولات عالم في لعبات كرة السلة واليد، وبطولات عالم عسكرية في ألعاب القوى والملاكمة والسلة وكرة القدم ودورات الخليج لكرة القدم وغير ذلك من بطولات ومباريات. مقاله ولنا ملاحظة في جريدة الأهرام كان علامة يومية ترسم ملامح الرأي العام. له العديد من الكتب منهم الرياضية، وأخرج من تحت يده أجيالا من النقاد الكبار. ومن كتبه البطولة عن كأس العالم لكرة القدم وصدر عام 1990، وكتاب 100 سنة ألعاب أولمبية، وكتاب الأهلي والزمالك المنافسة والصراع وأشهر المباريات، وغيرهم الكثير من الكتب. المستكاوي ذاكرة الكرة المصرية أبا وابنا، يتحدث في ضيافة أون سبوت عن أبرز ذكرياته مع انطلاقة الدوري المصري وحكايات ونوادر في تاريخ الرياضة المصرية. كابتن حسن، حضرتك ابن الناقد الكبير استاذ نجيب المستكاوي، طبعا يعني ناقد عظيم جدا، كل الاجيال اللي فاتت دي تربت عليه على مقالاته وعلى كلامه وعلى نقده البناء في الرياضه. فهل النقد برضو او الصحافه بيتورط زي مثلا لعيب الكوره بنشوف انه مثلا بيطلع لعيب كوره لوالده، ده بيتربى جواه، ولا ده مثلا احساس حضرتك ان والدك كان مثلك الاعلى فالطبيعي انك تطلع له او تشوف ان هو ده الهيرو بتاعك عايز تكون زيه؟ بصي، لا، هي الحكايه مش ابناء العاملين يعني. يعني انت عارفه القصه يعني بتاعت ان الاب يورث المهنه بتاعته لابنه صعبه جدا يعني، وخصوصا في مهن اللي بيقدرك الجمهور، اللي بيحكم عليك الناس، مش مثلا غير الهندسه وغير يعني غير الطب غير حاجات كتير يعني. هديكي مثال، لو عبد الحليم حافظ كان عنده ابن والابن ده بيغني
بس صوته وحش. هل هينجح زي ابوه يعني؟ استحاله، صعب جدا يعني. موهبه. لكن عشان نبقى بس يعني امنا في الكلام بتاعنا، لما انا جيت اشتغلت سنه 76 كنت ببتدي اشتغل، كان في زياره والدي كابتن محمد لطيف والاستاذ فهمي عمر. طبعا دول من كبار يعني الزملكاويه يعني. وابويا كانت صداقاته مع الاهلي ومع الزمالك مع كل الانديه، كانوا دايما في بيتنا يعني. فبقول لهم انا حمدي هوقع في حسن نجيب او حسن محمد، انا ابويا اسمه مركب محمد نجيب. فالاستاذ فهمي والكابتن لطيف يقول لي يا ابني انت بتخرف، حد يكون عنده الفرصه دي؟ امضي حسن المستكاوي. قلت لهم انا مش عايز الناس تفتكر ان انا عندي واسطه، يعني عندي واسطه يعني. قالوا لي لا، مفيش حاجه اسمها واسطه، انت يا اما هتنجح يا اما يعني هتفشل بسبب اسم المستكاوي. صحيح، لان الناس هتقول يعني يا ترى انت طالع لوالدك ولا لا؟ بقى طالع يعني مش طالع ليه، بس يعني تستحق يعني ولا لا يعني. فمضيت بقى بعد كده بالاسم ده. في الاول طبعا ده واسطه، ده مش عارف ايه، لازم يعني الكلام ده ده طبيعي يطلع يعني. بس الحمد لله ان انا بعد 6 شهور سافرت بره مصر خالص، وقعدت 10 سنين بعيد عن ابويا وبعيد عن الصحافه المصريه تماما. ويعني كنت يعني كان نفسي اروح الاهرام طبعا، لكن ما قدرتش في الوقت ده في البدايات يعني، عشان تقاليد الاهرام كانت بتقول ممنوع. لكن سنه 84 الاهرام طلبني وقال احنا محتاجينك وتعالى، ورجعت طبعا على الاهرام. انما بلا شك ان لما اقول المستكاوي الاسم يعني ساعدني طبعا. يعني لما رحت طلبت ان انا اقابل عبد الحليم حافظ في عز مجده سنه 76 صحيح، وفي عز مرضه عشان انا اسمي حسن المستكاوي عبد الحليم، وكنت عيل صغير يعني، عبد الحليم وافق انه يقابلني، وافق انه يقعد معايا 3 ساعات او ساعتين ونص. وكان التمرجي بتاعه كل شويه يجي لي من ورا ظهر عبد الحليم يقول لي خلص كفايه، اعمل لك خلص. عبد الحليم يبص له يقول له سيبه يعني. ويعني ومقابلته كانت جميله جدا يعني، يعني لطيفة. لكن لا، يعني والد حضرتك رحمة الله عليه أستاذ نجيب المستكاوي كان ليه برضو فضل في بدايتك. طبعا أثر فيها جدا. أنا كنت يعني زي أي طفل في الدنيا بحب الكورة، وبحب أقرأ نجيب المستكاوي، مش عشان أبويا، عشان كان أحلى واحد بيكتب في الوقت ده. فكنت أشتري الأهرام أو يعني الأهرام لما يجي لنا يعني البيت، أبقى حريص أن أقرأ لأبويا والأستاذ هيكل. وانا عندي كم سنه؟ كان عندك 10 سنين. طب ليه ما فكرتش تلعب كوره؟ يعني انت تربيت في بيت كله بقى رايحين جايين عليك لعيبه كوره في البيت ده، ودايما شغل والدك بيخص الكوره، ودي الحاجه اللي انت بتحبها واخترت انك تشتغل فيها، ليه ما فكرتش تلعب كوره؟ عشان بصي، عشان اولا الدراسه يعني ما كانش فيها فلوس زي دلوقتي يعني. يعني اولا كنا هواه، وانا كنت اصلا سباح فعلا. فين؟ في نادي المعادي، بس يعني من اهم 3 سباحين في مصر في الستينات في الوقت ده وانا صغير يعني. في ال 100 متر وال 200 متر حره. وعايز اقول لك ما فيش لعبه ما لعبتهاش يعني في حياتي كلها، لا توجد رياضه لم امارسها. لان في الوقت ده احنا متربيين في المعادي، وفي النادي ده كنا بنلعب كل اللعبات يعني. كنت في فريق النادي لغايه سن 21 سنه السباحه. كنت لا في السباحه وفي الكوره. وفي الكوره يعني ليك تجربه في الكوره اهو. استمريت طبعا لغايه سن 21 سنه. ولعبت في الجامعه في المنتخب الجامعه. كان في فرقتنا مين بقى منتخب الجامعه؟ الكباتن حسن حمدي وسمير حسن ومحمود رشدي وشريف مدكور، مجموعه كبيره جدا. وكان المدرب بتاعنا كابتن احمد رفعت، ويعني واعتقد كان معانا يمكن كمان كابتن فاروق جعفر يعني في النهايه. بس ما كانش الكوره هي الهدف يعني.
طب لو انت تقيم نفسك وانت بتلعب كوره، لما كنت لعيب كوره لغايه ما بقى عندك 21 سنه في نادي المعادي، كنت لعيب كوره يعني تدي الناس كام من 10؟ 4 من 10. عشان كده ما كملتش؟ لا مش عشان كده ما كملتش. انا كنت سريع جدا. ده مش جينات. ابويا كان بطل مصر في المية والمتين متر جري في الثلاثينات من القرن الماضي يعني. فانا كنت سريع جدا. فكان سري في الكوره سرعتي. يعني ما كنتش حريف قوي يعني. لكن كانت مستك انك سريع. ان انا سريع، فعشان كده كنت مصري وكنت بلعب بينج رايت. وفاكر اول ماتش ليا كان قدام النادي الاهلي، اول ماتش رسمي يعني. كان قدام النادي الاهلي عندي 12 سنه بيلعب عليا. ده كان في ايه؟ كان في دوري ممتاز؟ في دوري الاشبال يعني. اشبال. كان اللي بيلعب عليا باك شمال كابتن فتحي مبروك. فاول كوره اشتباك بيني وبينه يعني، فعورني هرسني فتحي مبروك جامد ناشف. كان الماتش ده كان فين؟ في النادي الاهلي قبل ماتش الكبار بتاع الاهلي والترسانه. في 20,000 متفرج اهلاوي في المدرج. اتغلبنا 9 والجمهور زعلان مننا برضه. طب زعلانين ليه؟ عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه؟ واخدين 9 ومروحين، عايزين ايه تاني؟ يعني عمالين يعني هارونا. يعني زعيق يعني، بلاش كلمه شتيمه يعني. بس واحنا مغلوبين 9-1. وحتى الواحد اللي جه الاهلي جابه في نفسه كمان طبعا. فاول يعني انا حسيت بالضغط والرعب من الجمهور، عيل صغير يعني. كان زميلي في الفريق عادل الجمال كان يبص لي اقول له لا مش عايز الكوره يعني. للدرجه دي بتشفق بقى على لعيبه الكوره دلوقتي؟ طبعا بحس بقى باللعيب اللي خايف من الجمهور. اللي خايف من المباراه، لان ده بتفتكر نفسك والموقف اللي حصل لك بيه. يعني حتى وانا سباح يعني، كنت سباح كويس قوي. انا عايز اقول لك ان انا كمان كنت سباحه بجد. كنت سباحه في الاهلي. والله بتعومي ايه؟ بريست. حلو. انا كنت المية والمتين. لما كنت سباق مهم وصعب وانا واقف على الستارت، طبعا انت عارفه سيره الستارت. فقبل من التوتر بلاقي نفسي بنط، عايز اسرق الستارت. يعني عايز انط يعني بدري. وبيطلعوك ديسكواليفايد ويرجعوك تاني. وقف تاني، وقف تاني. رجليا بتبقى بتترعش طبعا من التوتر عشان الضغط بتاع السباق. فانا جربت كل ده يعني، جربت مشاعر الرياضي في وانفعاله بالجمهور، بالضغط، بالمنافسه، بالفريق كويس صحيح. الفريق ضعيف، الحاجات دي كلها. لكن الرياضه من احلى انا قعدت العب رياضه لسن 45 سنه. قعدت العب سكواش لغايه السن ده يعني. السكواش كنت بلعب 3 ساعات كل يوم تقريبا يعني. طيب كون حضرتك ابن نجيب المستكاوي، هل ده حطك في ضغوطات كتيره جدا؟ زي ما مثلا بنشوف ان لعيبه الكوره، لو لعيب كوره والده كان لعيب كوره برضو، بنشوف بقى في مقارنات والجمهور قاعد مستني ان هو ده هيتفوق على ابوه ولا لا، هل التلميذ هيتفوق على استاذه ولا لا. هل ده حطك في ضغوط كتيره قوي؟ هو ده اللي كان السبب انك سافرت 10 سنين بره مصر؟ طبعا يعني. انا سعيد جدا ان انا سافرت وخدت تجربه مهمه جدا في مجلة كانت أهم وأكبر مجلة رياضية في العالم العربي. وكان عمري 25 سنة وكنت مدير تحرير تقريبا هذه المجلة يعني. وكنت لما أروح العراق أو سوريا أو الأردن أو أي دولة عربية، ألاقي عربية من الدولة اللي أنا رايحها مستنياني في المطار، بحكم أن أنا مدير تحرير مجلة الصقر القطرية اللي كانت بتظهر في الدوحة في السبعينات من القرن الماضي يعني. فحتى كمان يعني أنا فاكر ضابط عراقي بعربية مرسيدس مستنيني تحت باب الطيارة. فبينده المستكاوي، حسن المستكاوي أو لا شاب صغير، فلا الراجل لقيته بيقول لي ايه ده انت؟ احنا كلنا جايين عشانك. واحد عيل صغير طبعا يعني في الوقت ده مستغرب جدا ان يعني عاملين لي المراسم دي يعني. بس كانت دي اهميه المجله. انك لقيت نفسك. انا كنت سعيد جدا، اشتغلت كتير قوي وعملت كل حاجه وكتبت كاس عالم
وبطولات محلية وسافرت كتير قوي يعني. النصيحة اللي أخذتها من والدك ومتنساهاش أبدا؟ بصي، عمر أبويا أولا ما قال لي أنت هتطلع هتشتغل إيه، ولا عارف أنا كنت هشتغل إيه، ولا أنا كنت عارف أنا هشتغل إيه. أقسم بالله ما كنت عارف أن أنا هبقى صحفي. أنا القدر كان خدمني جدا. أنا خريج إدارة أعمال كلية التجارة، جامعة القاهرة. جامعة القاهرة. كنت ناوي أشتغل في بنوك، ودخلت امتحان بنوك ونجحت في الامتحان. وقبل ما أروح البنك قابلت حد بالصدفة في الدوحة، قال لي احنا بنطلع مجلة جديدة، تحب تشتغل صحفي؟ قلت له معاك على طول. انا بس انا حبيت الصحافة. ابويا عمره ما كان بيقول لي افعل ولا تفعل يعني. مش بيوجهني يعني، بس في التعليم الغير مباشر. صحيح. ان هو يبقى مثل اعلى، وان هو يبقى كتابته حلوة، وان هو فكنت بقعد كان هو يكتب والناس بتشيد بيه قدامك. انت ابن حب الناس. مستكاوي. لا ده حب. صحيح. الناس ده بقى اللي انا شفته من يعني ليه هو. ما كانش فيه تلفزيون ولا برامج زي دلوقتي، لكن الناس كانت عارفه وشه طبعا وحافظاه طبعا، فكانت الناس بتسلم عليه بحب جميل جدا. ودي احلى حاجه في المهنه. واحلى نعمه في الدنيا ان الناس تحبك يعني. ما فيش حاجه زيها ابدا. ويبقى اللي بيحبك ده مش عايز منك حاجه. يعني لما حد يقول لك ممكن اتصور معاك، راجل بسيط بس هو بيبقى سعيد بالصوره دي. صحيح. دي حاجة يعني هو مش عايز إلا دي. لا فأنا حبيت الصحافة كده وحبيتها. صحيح. عشان هو كان محبوب. ومشيت في الطريق يعني، بس كان طريق صعب جدا 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 يعني. أكيد كابتن حسن، أكيد حضرتك اخترت أنك تكون صحفي رياضي لأنك بتحب الرياضة، وبالأخص أكيد بتحب الكورة. في شخص بيحب الكورة ممكن ما يكونش عنده انتماء لفريق ما؟ طبعا. لا يكونش عنده انتماء. لا استحاله. في بصي ما تسالينيش انت اهلاوي ولا زملكاوي، لكن هقول لك حاجه. ما فيش انسان بيحب المهنه بتاعته وهيكون بيفضل حد او 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 فريق او او جهه على نفسه. اللي عايز ينجح يبقى بينتمي لمهنته رقم واحد. لازم يحبها جدا ويتعب فيها جدا. ويقعد يذاكر كل يوم ويتطور. صحيح. كل يوم. صحيح. وما فيش مانع، انت قلت رأيي من 30 سنة في حاجة، والتطوير والتعليم علمك ان الدنيا اتغيرت، اللي انت كنت بتقوله ده غلط. اوعى تفضل متمسك بزمنك. لان دي بتحصل للأسف كتير جدا. صحيح. ناس كتير قوي في سني مثلا يبقى كل حاجة يا سلام على زمان، احلى اي حاجه ايام زمان. طبعا زمان كانت الدنيا حلوه عشان كان في وقت وما كانش فيه الزحمه يعني، اكيد. بس دلوقتي احنا عايشين ولازم نتعايش. بالظبط. انت عايش دلوقتي، عيش الزمن ده وحب الزمن اللي انت فيه كمان يعني. صحيح. لان اولادك هم بيحبوا زمانهم، ما شابوش الزمن القديم ده. ففي النهايه يعني الواحد لازم يكون بينتمي لمهنته. نمره واحد بينتمي لمهنته. بس انا دلوقتي اللي اعرفه ان مشجع كره القدم ده استحاله ما يكونش ليه هويه، استحاله ما يكونش بيشجع مثلا فريق ما. هل ممكن اكون بحب الكوره قوي وما بشجعش حد؟ هديكي مثل بسيط جدا. ريال مدريد يوفنتوس كان بيلعب مع برشلونه قريب في في صحيح لسه من كام يوم. اوكي. انا بحب برشلونه قوي. بس في الماتش ده عمال يا سلام معجب جدا بيوفنتوس. وشايف يوفنتوس هو اللي بيلعب كوره حلوه. صحيح. وازاي قضى وحيد برشلونه. هنا مشاعري اللي انا بحب بيها برشلونه تلاشت تماما، لان انا بحب الكوره. فحبي للكوره عشان كده الناس بتستغرب قوي، تلاقيني مثلا في ماتش شيكابالا يجيب جون اللي جابه في نهائي افريقيا، وكنت على الهواء مع كابتن مدحت شلبي. ده هدف بمليون هدف. ايه الحلاوه؟ ممكن اسقف. وفعلا. صحيح. قلت يا ولد الله الله. لما قفشه جاب الجون بتاع المكسب. انا قلت سلام الله، ايه خبر، برافو عليك. ما هو ده، انت بتنفعل بالجمال بالكوره زي اللي بيحب السينما. هو يعني هو انا هتحيز لمثلا حسين فهمي يعني، هتحيز لمحمود ياسين؟ الموضوع مختلف تماما. لا
لا انك طبعاً تحب شخص ما غير انك تحب كيان ما او تدعم كيان ما بالظبط. لكن لو انا ناقد سينمائي وعندي صداقه وانتماء وحب لواحد من الفنانين فمش هقدر اقيم اداؤه في اي فيلم او اي عمل فني لان الصداقه هي اللي بتحكم علاقتي بالنقد. ده غلط. انا ليا اصدقاء في الكوره في الرياضه كتير جدا. وابويا كان كده، كان يبقى قاعد مع كمال حافظ مع الفريق مرتجي يعني كبار النادي الاهلي او مع حسن حلمي وبيقعد يلعب طاوله، والجيل العاشر نجيب المستكاوي او عاش زمنه في نادي الزمالك لو سامعني دلوقتي عارفين كويس قوي ان ابويا كان بيقعد في نادي الزمالك يلعب مع الكابتن حسن حلمي طاوله. وبعدين تاني يوم حسن حلمي يلاقي ابويا عامل له نقد شديد جدا في الاهرام، فيقول له يا اخي ده انت كنت قاعد معايا امبارح وبنلعب طاوله امبارح طب ما قلتليش ليه؟ لا بص، يعني الصداقه حاجه والشغل حاجه تانية، والشغل حاجه تانية. وحذاري حذاري لاي من يعمل بمهنه الاعلام وتحكمه في يعني صداقاته وعلاقاته في رايه وهو قدام الكاميرا او قدام الميكروفون. حذاري، انت كده بتخسر مهنتك. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن مجاملات بس برضو مش بنتكلم عن الحته اللي انا بسالك عليها، يعني هل في اعلامي ملوش انتماء؟ انا بشجع فريق طبعا. ايه بقى؟ منتخب الدنمارك. اما ده حصل مع ابويا برضو. سواء تاكسي كان بيرجعه المعادي فعرفوا، قال له يا كابتن، بص له كده يا كابتن انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قال له ولا ده ولا ده. فسواء التاكسي قال له نعم، يعني حضرتك خواجه مش من البلد دي باعتبار ان اللي مش من الاهلي مش بيحب الاهلي او الزمالك، والزمالك هيبقى مش من يبقى هنا، يبقى مش من البلد دي. يعني انا بحب الاسماعيلي جدا. ولما بقول ان انا بحب الاسماعيلي انا بحس انك بتهرب من السؤال. لا بالرد ده خالص خالص خالص. يعني انا قلت قبل كده اصل حضرتك من المعادي مش من الاسماعيليه، لو انت من الاسماعيليه يبقى انا هتفهم الرد، لكن طالما انت من المعادي يعني انت من القاهره هنا مساله عاطفيه هتشجع يا اهلي يا زمالك. انت لو قريتي كل مقالاتي عمري ما تحيزت للاسماعيلي. ممكن انتقد الاسماعيلي جامد جدا بس انا بحب الاسماعيلي والاسماعيليه لاسباب عاطفيه انسانيه. علاقه الاسماعيلويه بنجيب المستكاوي، لا انا بحب الاسماعيليه وبحب الاسماعيلي 100%. بس في الكوره انا لما الاهلي مثلا، انا فاكر في الاهرام حتى كان في زمن الجوابات يعني الجمهور يقعد يقول هو انت يا عم ما فيش عندك الا الاهلي، كل شويه الاهلي الاهلي، عمال تكتب عن النادي الاهلي. فرحت كاتب مقاله عنوانها الاهلي الفاشل. فاشل ليه؟ عشان واخد بطوله الدوري 7 سنين ورا بعض، واخد بطوله الكاس وراح مش عارف. هو انا يعني انتوا عايزيني اقول ان الاهلي فريق مش كويس وهو في قمه نجاحاته لمجرد ان انا يعني الكلام ده مش على هواكم؟ ان حضرتك ان الكلام ده مش على هواك يعني ما ينفعش يعني. ولما الزمالك يبقى كويس بقول ان الزمالك يبقى كويس. فدي المهنه يعني، دي المهنه بجد يعني. صحيح. يعني وبيتنا كان فيه اهلاويه وزملكاويه، ده حقيقي يعني، مش 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 ان انا امسك العصايه من الوسط. بس بالتجربه كده انا بتسال السؤال ده بقالي 45 سنه. انا قلت يمكن انا اللي اجيب التايهه، معنى ان ما عرفتش انا اساله 45 سنه. يبقى اللي بيوصل للناس معظم الوقت ان هم مش عارفين، ان هم مش عارفين يعني. وده حضرتك شايفه اكيد نجاح. واستغرب يعني، يعني ده سؤال يومي يعني، لو حد شافني بيسالني السؤال ده اول يقول لي ممكن اسالك سؤال، اقول له انا قبل ما يسال السؤال لا ولاده ولاده. طب كابتن حسن خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عشان احنا كلامنا كتير قوي النهارده. فاصل سريع وهنرجع نكمل النهارده كلامنا مع كابتن حسن المستكاوي في اون سبوت. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم حوارنا مع كابتن حسن المستكاوي الناقد الكبير. منورنا يا كابتن حسن. اهلا بيكي. منورنا والله. طب
مش عايز تحكي لنا حاجه؟ لا لا اللي قلته بالفاصل مش هحكيه. مش هتحكيه بس انا ممكن افتن على فكره عادي. انت زي ما انت بقى انت وضميرك. انت وضميرك ها. طب نرجع تاني برضو للقرار بتاع انك خلاص هتبقى اعلامي رياضي، وقلت لي ان ده طبيعي، يمكن اي ولد بيشوف ان ابوه هو مثله الاعلى، هو الهيرو، خاصه لو كان طبعا شخص زي الراحل الله يرحمه استاذ نجيب المستكاوي، فيمكن هو ده كان السبب الرئيسي. واكيد حبك برضو للكرة زي ما تكلمنا عن الموضوع ده. للرياضة. انا بحب الرياضة جدا. احلى حاجة في الدنيا. وما بيش حاجة اسمها ان الرياضة يا ناس مش عارف ايه عشان ولادنا ما ينحرفوش. هو يعني هو الشباب والناس كلها لازم تنحرف. مين قال كده؟ بس انت ما بتشوفش ان ده بيساعد برضو شوية؟ الرياضة بتعلم حاجات تانية. بتعلمنا الكفاح والنضال والإصرار والإصرار والتدريب والمنافسة الشريفة والمنافسة الشريفة. صحيح. بس برضو خلينا نقول ان هي يعني الوقت اللي بتاكله الرياضة دلوقتي بيقلل برضو من الوقت الفراغ ده، بيودي في داهية، بيعمل مصايب برضو. بس الرياضة طبعا بيعمل مصايب. بس الرياضة بتعلم الطفل ان الحياه فيها انتصار وانكسار، وفيها هدف والتمرين، يا سلام على التمرين وصعوبه التمرين. فكره تمرين السباحه رزل جدا، صعب قوي وصعب قوي، وانت عارفه كده. طبعا يمكن انا وقت ما كنت بلعب سباحه كنت اتمرن مرتين في اليوم. ايوه، مره الساعه 6 الصبح ل 8 ونلبس جري ونروح على المدرسه، نخلص مدرسه نعمل هوم ورك من 6 ل 8 برده بالليل في تمرين تاني. طبعا فما كانش في وقت فعلا ان الواحد يفكر في اي حاجه في الدنيا. صحيح. بس كمان بتتعلمي ان في عشان تبقي بطله لازم يبقى في تعب، لازم يبقى في مذاكره، لازم يبقى في تدريب. صحيح. لازم يبقى في مجهود كده. الرياضه بتعلم حاجات كتيره قوي. يعني في قصه كده هحكيها لك، معلش يعني. يا ريت. انا كنت نمره 2 في نادي المعادي. واللي احسن مني واحد صديقي جدا وزميلي. عندنا سباق ختامي بتاع البطوله بتاعه السيزون يعني او الموسم. فانا واقف على قاعد على الستارت، هو لسه ما جاش متاخر، فالحكم هيبتدي السباق. قلت له لا استنى محمد. قال لي مش هينفع. قلت له لا، على فكره في جمهور كتير قوي كان ايامها يعني. قلت له مش هنبتدي السباق، هو اللي احسن مني. بس هو وانت عارف ان هو نازل معاك السباق ده هياخده منك. انا هبقى الثاني. انا مشهور ان انا هبقى الثاني. جه محمد وانا معطل السباق، وابتدى السباق. هو حار 4 وانا 3. طبعا انت عارف يعني حار 4 و3 يعني الاول. مصنف الاول. وبعدين انا كسبت في اليوم ده، واخدت كاس احسن سباح في النادي المعادي في السنه دي. بس شوفي الجمهور كله اللي كان شايف المشهد ده سقف لي واحتفل بيا ازاي. على روح رياضيه طبعا. ده انا اتعلمت ده. انا عايز ابقى بطل بجد، اكسب البطل. دي صحيح. دي ده قيمه مهمه جدا في الرياضه. يعني الحقيقه الحاجات دي انا بزعل قوي ساعات لما الاقي الناس واخده الرياضه بطريقه مختلفه خالص. الرياضه ما يمكن الحاجات دي لسه موجوده في الرياضات الاخرى بعيدا عن كره القدم. لا لازم تبقى موجوده في الكوره كمان. بس هي موجوده يمكن في الالعاب الاخرى، لكن في كره القدم ناقصه شويه. ناقصه طبعا، ناقصه في الكوره، ناقصه شويه. لا ناقصه كتير، شح حبتين. ده حقيقي ناقصه كتير. كابتن حسن، تفتكر اول مره سافرت فيها تغطي بطوله كبيره؟ انا سافرت كتير. اول سفريه ليا في حياتي سنه 68. اول غربه، اول سفريه وانا سباح سنه 68. كانت فين دي؟ كنت رايح الكويت. وكنا فريقنا المعادي راح يلعب في الكويت مع نادي هناك يعني سباحه ووتر بولو. واحنا بنلعب ماتش. كان عندك كام سنه؟ 15 سنه حاجه زي كده. واحنا بنلعب ووتر بولو كسبين 24-0 يعني. فالمدرب بتاعنا واقف بره يا ابني هو كفايه 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 يلا مش هنيجي تاني. 24-0 مش هيبعتوا لنا تاني. مش هيبعتوا لنا تاني دعوه يعني. فدي كانت اول سفريه. بس بعد كده بقى سافرت كتير قوي يعني. انا فاكر يعني في سوريا كنت بغطي بطوله العالم العسكريه. وكنت انا بصور كصحفي بقى. وبصور، انا اللي بصور. انت اللي معاك الكاميرا وانت اللي بتصور وبتكتب، بتعمل وان مان شو وبكتب.
فمنتخب قطر في الوقت ده سنة 71 بيلعب مع منتخب أمريكا لكرة السلة. فكل المصورين اللي في العالم وقفوا تحت الباسكت بتاع منتخب قطر. وأنا بما أنا مسافر مع منتخب قطر الصحفي الوحيد اللي راح هناك الناحية التانية ورا الباسكت بتاع أمريكا. عرفت تتصور حاجة؟ لا ده الجمهور مهراني الترياقة راحوا على الجول هناك؟ راحوا على الناحية التانية؟ يعني النتيجة كانت كبيرة شوية يعني. كانت كام تفتكر؟ لا 140-16 حاجة زي كده. طب هو زاروك كم مرة هناك؟ بس يعني زاروك كم مرة؟ ده موقف أنا مش هنساه يعني، يعني من المواقف اللي مش هنساها أبدا يعني. لكن طبعا سافرت بقى أفريقيا، أمريكا اللاتينية، أوروبا كلها يعني. السفر الصحافة كانت يعني مهنة بتخلي الواحد يسافر العالم أكيد. كله يعني. كابتن حسن حضرتك اقتحمت بقى عالم السوشيال ميديا من فترة بقى ليك آراء كتير على تويتر، تويتر بتاعك يعني مولع دايما ما شاء الله. مش قوي مش مولع قوي يعني. أنا دي حاجة مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها بصراحة يعني. بصي تويتر نور ونار، كل السوشيال ميديا كده. بس ليه يعني الناس ليه مش عايزة تفهم ان انا عشان اقول رأيي ما ينفعش ابدا تقول لي الله وانت ليه ما قلتش كده لما شيكابالا حصل له كده؟ طب ده رأيي يعني على فكرة صح. بصي انا كتبت فرحان جدا بالسلوك الانساني بتاع فرقتين بشاك التركي وباريس سان جيرمان لما في هتاف عنصري او صحيح. كلمه عنصريه نيجرو لمساعد مدرب ولا مش عارف ايه صحيح. طلعوا والمباراه وقفت صحيح. العالم كله كان فرحان بالحكايه أكيد. اكيد انا فرحان بيها. فيطلع واحد يقول لي كنت عامل نفسك من بنها ساعه ما حصل ده مع شيكابالا. لا ما عملتش نفسي من بنها، انا قلت رايي في الاذاعه وقلته في التلفزيون وكتبته في الجورنال. لا ازاي يا كابتن حازر حاجه المفروض تروح تكتبه عنده في البيت الكلام ده، لازم توثق الكلام ده. دي بقى اكتر حاجه بتضايقني لان دي نمره واحد. نمره اتنين تويتر انت عايز تقول رايك في قضيه مهمه جدا ما ينفعش تقولها في 40 كلمه. صحيح. نمره اتنين. نمره تلاته ما ينفعش عشان انا اجيب فولورز كتير اقعد اعمل تويتات ساخنه، لا تافهه وساخنه وعبيطه ولا مش انا. انا مش هجيب ناس تبقى فولورز ليا بالكلام الفارغ وبالهبل وبالعبط وباللغه لا يمكن اقبلها على نفسي يعني. سهل جدا انت عارفه كويس قوي الطريقه طبعا. سهل قوي 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 ادي الزمالك كلمتين لو بتخسر وده فرصه بقى فجمهور الاهلي يجي بسرعه وبعديها بشويه كمان ادي الاهلي كلمتين الاقي جمهور الزمالك واتريق على الاهلي فجمهور الزمالك يجي معايا. لا دي طريقة أنا ما بحبهاش. بتشوف الطريقة دي إزاي؟ أنا مستعد جدا. لا طبعا ده استخفاف بعقول الناس وبالشباب. أنا أحب قوي أنا مستعد. عايز تتحاور معايا وده بيحصل. تعال نتكلم زي ما أنت عايز. أنا في عز الألتراس في ولادي، ما ولادي بيحبوا الكورة. أصحابهم ألتراس أهلي وألتراس زمالك. بيجوا الشلة دي كلها تقعد معايا في البيت ويقعدوا يتكلموا معايا. يعني يا كابتن حسن حضرتك عندك اولاد منهم اهلي ومنهم زمالك؟ طبعا. يا كابتن حسن امي الله يرحمها كانت زملكاويه. ووالدك؟ لا ما كانش ولا اهلي مش ولا هينفع زمالك. تقول ها؟ لا لا ولا اهلي ولا زمالك، اصحابه كانوا من اهلي. الناس مش بجد انا مش انا بيتنا كان كله اهلي وزمالك. وده طبيعي. لعيبه ونجوم ومدربين واداريين ورؤساء نادي. صحيح. انا اتربيت كده. هل حضرتك سمعت عن لعيبه يعني بعينهم كانوا في بعض الاوقات بيدفعوا فلوس للجمهور عشان يهتف لهم ويهتف كمان ضد المنافسين ليهم؟ بيحصل طبعا. ده بيحصل بقى دلوقتي على السوشيال ميديا بما اننا بنتكلم على تويتر اللجان الالكترونيه اللي بنشوفها. بيحصل، ممكن يحصل يعني. انا ما عنديش واقعه يعني انا ظابطها يعني انما دي توجهات يعني تأثير السوشيال ميديا جبار دلوقتي. ناس بتاخد قرارات بناء على السوشيال ميديا ومؤثرين. بس انا عايز اقول حاجه في على تويتر اهلاويه وزملكاويه ويعني حاجات كتيره يعني وفرق تانية يعني. بس هنقول لو جمهور الزمالك 30 مليون وجمهور الاهلي 40 مليون ولا 30 مليون
هيقول لك ده بيقول ده 40 وده 30، احنا نفترض انهم قد بعض. مشكله الارقام دي دايما عامله مشاكل للجماهير. بس الحقيقه اللي على السوشيال ميديا 300,000 400,000 ليهم حركه مستمره، انما مصر فيها 20 30 مليون اهلاوي بيعبروا عن حبهم للنادي، او 20 30 مليون زملكاوي بيعبروا عن حبهم للنادي بره تويتر وبره الفيسبوك، في بيتهم عادي، في الشارع وفي الدنيا وفي المدرج وفي القهاوي ده وفي النادي وفي التوك توك وفي الاتوبيس وكل حاجه. يعني عدد المستخدمين لتويتر اصلا هم نسبه قليله جدا من نسبه الشعب المصري طبعاً كله. صحيح طبعاً، احنا معديين ال 100 مليون. طبعا لازم نعرف كده، لازم نعرف ان عندنا ملايين ملايين مش لازم بيقولوا رايهم على 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 تويتر يعني او الفيسبوك. ومش معنى كده اني ما بحبش تويتر، انا بحبه جدا لانه ده يعني وسيله تواصل مع العالم. وبتحس احيانا انها مرايه للي بيحصل. طبعا طبعا مرايه مبدئيه يعني يدي لك. هل السوشيال ميديا سحبت السجاده من تحت الصحافه؟ طبعا انهت عليها. مش عايز استعمل تعبير انهت يعني، لكن اذا الصحافه والصحفيين زملائنا ما لحقوش نفسهم، لا مش هيبقى في صحافه خالص. انا عشت ثمن اخر تورتايه في الصحافه، انا بحمد ربنا ان انا لحقتها، خدت منها حته 2009 2010. بعد كده الصحافه اتغيرت خالص يعني. يعني صحيح. تراجعت. بس هل ده تطور طبيعي؟ يعني هل ده تطور زمني طبيعي؟ بينهي على حاجات وبتطلع حاجات جديده. طبعا لا، بس بره صحيح في مواقع وفي ورق، صحافة ورق وتوزيع لا بأس به يعني بالنسبة للجرائد، لكن عم عملوا توازن اقتصادي ومهني ما بين الإلكتروني والورق. يعني بشوف أنا حاجات في مثلا الجرائد الإنجليزي يعني ما بقاش بيبقى فيه اخبار قوي. القصص الخبريه هي الاساس. صحيح. يعني انا فاكر صفحه اولى في مثلا الجارديان او الميرور، انا مش فاكر، يعني عباره عن صوره، مش عايز اقولها بقى عشان مؤذيه شويه يعني. ايه؟ صوره واحد بيرمي حيوان في اناء فيه نار بيغلي يعني عشان الحيوان ده يتاكل. وهي دي الصورة وعنوان واحد، جريمة ضد الإنسانية، حاجة زي كده يعني. قضية كبيرة جدا. صحيح. ازاي بقى الصحافة دي ورق يعني ازاي خدت قصة زي دي وعملت منها حكاية وتحليل وتحقيق كبير. صحيح. جدا. صحيح. ده الصحافة بتعمل كده بره. احنا لسه بنقول الخبر اللي اتقال في اكسترا نيوز الساعة 9 الصبح، تاني يوم في صحف كتيرة بتقول نفس الخبر. طب بتشوف في كمان نوع جديد وغريب جدا من الصحافة، غريب جدا عليا أنا، شاهد مش عارفة مين بتعمل إيه في البيت، ده خبر نازل على موقع إخباري، إيه حضرتك اللي أنت كاتبه ده؟ ما ده برضو ده بتشوفه إزاي؟ يعني اللي هي طريقة نسبة المشاهدة. بصي، شاهد الفنانة فلانة لابسة فستان أحمر، يا سلام. بصي هقول لك حاجة بقى، بحاول أقربها يمكن انت ما لحقتهمش. زمان كان في حاجه اسمها الاراجوز بيمشي بالشارع، الاطفال بيضحكوا قوي وهو بيتكلم وبتاع ده. قمه المشهد بتاع الاراجوز اللي في كل مره بيعمل العرض بتاعه لما يمسك عصايه ويضرب بيها مراته. ايوه انا فاكره الشو ده. والعيال بقى تفرح وتضحك وبتاع ومش عارف ايه، ما زال ومراته كمان تضربه، تخطف منه العصايه وتديله. تديله هي كمان، يا تسكت دي الحكومه يعني. ايوه امال ايه انت هتقول لنا يعني؟ احنا ما بنسكتش. بس بقى ف لسه لغايه دلوقتي الرجوز بيلعب لغايه دلوقتي. انا بصراحه بزعل عليه يعني، بزعل على الصحفي اللي بيضيع وقته ووقت الجمهور عشان يكتب خبر زي ده. انا بزعل عليه، بشفق عليه جدا. انا بصراحة يعني انا احترم جدا على فكرة، أنا بقعد أقرأ من 6 الصبح ل 10 الصبح كل يوم، دي وقت القراية بتاعي يعني. بقرأ الشباب إعلاميين رياضيين والحمد لله كلهم أنا عارفهم، والحمد لله بقى كلهم بيشتغلوا معانا هنا في يعني في أون سبورت يعني. وسعيد جدا بيهم وبشوف إن هم واعدين قوي. صحيح. ومميزين جدا
والواحد بيتعلم منهم حاجات لان ده جيل عنده حاجات مش عندي فالواحد بيتعلم منهم وسعيد جدا بده. في شباب رائع جدا صحيح، لكن اللي بيستخدم الاساليب دي ده لا يعني الحقيقة ده بيشوه المهنة، ده حقيقي بيشوه الدنيا يعني. صحيح. حضرتك قلت لي بيتك كان كله أهلاوية وزملكاوية وانت شخص محايد جدا، تحب الخير لهنا وتحب الخير لهنا، لو سألتك كده عن مين الأشخاص فيجرز في الرياضة شباب تشوفهم يصلحوا لرئاسة الأهلي ورئاسة الزمالك، قولي كده شاب للأهلي وشاب للزمالك. لا مستقبلا يعني ممكن حسام غالي من الاهلي. بتشوف فيه رئيس لنادي الاهلي؟ حسام شخصيه يعني على فكره احنا ما حش اصحاب قوي يعني ما في الزمالك يعني شايف ان ليه رايح اللعيبه يعني، بس يعني عشان هم اللي في الصوره قدامي اكيد، لان انا مش مختلط قوي بالناديين زي زمان يعني. وزمان كنت بروح ده وبروح ده. anyway يعني أشرف قاسم، أيمن يونس، يعني حد من الجيل ده يعني الجيل القديم شوية يعني. ما أنا بعتبر حسام يعني أغالي قديم شوية يعني، لا مش قوي يعني، مش قوي أكيد مش من نفس جيل كابتن أيمن بس يونس، بس عشان حسام شخصية قوية جدا وكاريزما وليدر يعني بجد يعني قليل الكلام ولا وليدر يعني 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 قائد في الملعب يعني. صحيح. ودي حاجه كانت بتعجبني فيه جدا يعني، بغض النظر عن المستوى الفني، انا مش بتكلم على الكوره دلوقتي، اكيد اكيد خلاص بتكلم على الشخصيه، موضوع يعني الكوره خلاص انتهى يعني. حتى لما جيت اتكلم على في برنامج في الراديو على عظماء الكوره المصريه يعني ما قلتش صالح سليم منهم، انما لما اجي اتكلم على رؤساء الانديه احط طبعاً صالح سليم رقم المصر واحد مثلا يعني. صحيح. عشان القياده يعني والشخصيه والقرار اللي بيقود ده صاحب قرار. صحيح. والقرار له توقيت، ما ينفعش تقرر بعد ما العصفورة تطير. طب ده يخليني برضو أسأل حضرتك، مين أفضل رئيس جيل النادي الأهلي؟ لا في رؤساء قدام أنا ما عصرتهمش، فخلينا أقول اتنين يعني أنا عصرتهم واشتغلت معاهم يعني. صحيح. طبعا صالح سليم طبعا أكيد. ده لأسباب كثيرة جدا يعني. والفريق مرتجي انا اشتغلت معاه برضه، الله عليه الله يرحمه يعني. طبعا محمود الخطيب صديق يعني. وعلى فكره لا صالح سليم ولا الفريق مرتجي جيبتنا، لكن صديق العيله محمود الخطيب من ايام ما كان لعيب يعني، وصديقي يعني. مش طب حسن حمدي انتوا كنتوا زملاء طبعا في حمدي وحسن حمدي طبعا من الناس حسن حمدي ده لا يتكلم، لا يمكن ينطق كلمه عن النادي الاهلي. وانا كان زميلي في الاهرام وكنت بحب ابقى عايز اعرف منه اخبار. لا يمكن لا يمكن لا رغم ان كان في فتره كده من الفترات كانوا بيتهموه ان هو بيقول لحضرتك كل الاخبار وكل الخبايا بتاعه النادي، والنادي كل حاجه متسربه بره بسبب الموضوع ده. كنت بشتكي حسن حمدي لرئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير الاستاذ ابراهيم نافع الله يرحمه وكان يقول له ادي الحسن اللي هو عايزه، حسن حمدي يقول له لا لا، ولو انا هيديني حاجه لا يمكن انشرها. وانا لما كنت رئيس القسم الرياضي مش انا بس يعني زملائنا يعني ابراهيم حجازي او عصام عبد المنعم او اسماعيل البقري يعني الله يعني يرحم الاستاذ اسماعيل، لكن ودي الصحه للجميع، ما حدش فينا كان لكن ده ما كانش حقيقي ابدا. نعم. لكن ده ما كانش حقيقي ابدا ان هو كان بيسرب اخبار او بيديك اخبار بيديك الاولويه في اخبار عن النادي الاهلي. لا يمكن. لو هيديني ما انشرش كمان، ده بجد مش هزار. طب على الجانب الاخر، مين افضل رئيس نادي عدى على نادي الزمالك من وجهه نظر حضرتك؟ اللي انا عصرتهم برضو يعني حلمي، محمد حسن حلمي، شخصيه جباره يعني. ولو في حد من جيل اللي عصره هيبقى عارف كويس قوي ان الكابتن حلمي كان شخصيه جباره قوي يعني. وطبعا حسن عامر، مهندس حسن عامر، وكابتن نور الدالي، يعني دول اللي انا اشتغلت معاهم. انا كنت بروح نادي الاهلي والزمالك. صحيح. لما بشتغل تنفيذي يعني عشان اجيب اخبار من هنا او اخبار من هنا، وقبل ماتش الاهلي والزمالك اروح 3 ايام الاهلي و3 ايام الزمالك، اتفرج على التمرين ده والتمرين ده
وبعدين عشان لما اجي اكتب المباراه ابقى عارف الدنيا فيها ايه يعني. صحيح. كابتن حسن المستكاوي برضو معادنا دلوقتي مع فاصل تاني، وهنرجع وهنكمل كلامنا مع كابتن حسن المستكاوي في اون سبوت. خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم حوارنا مع الاستاذ حسن المستكاوي ناقد الرياضي الكبير، منورنا اكيد في اون سبوت. ولسه بقى كلامنا كتير جدا يا استاذ حسن النهارده. لو هنتكلم عن الصحافه وعن المنشطات، ولو سالتك عن اهم منشط كتبته في حياتك تفتكره؟ كتير يعني. انا فاكر مثلا خلينا نبتدي باهلي والزمالك يعني. ماتش كان حلو قوي على فكره، في اخر 15 16 سنه ماتشات الاهلي والزمالك احلى بكتير قوي من ماتشاتهم في الستينات والسبعينات. فيها كوره يعني، فيها صراع وفيها كوره يعني. انا فاكر ان انا كنت كاتب لحن موسيقي في القمه، وان الاهلي والزمالك تقاسم الحاجه زي الغنى يعني. يعني دي مره كده. في منشط كان جامد جدا ضد النادي الاهلي، وهقول واحد تاني ضد الزمالك عشان مش التوازن، عشان الناس ما تفسرش ان انا بقول على الهوا منشط عن الاهلي وسايب الزمالك. هقول الاثنين عشان ايه. بعدين انا لما اقول حاجه يعني في حاجه بتشهد عليا، الجرنان صحيح موجود. صحيح. كان الاهلي وحش جدا فتره من الفترات. وخلي بالك ان حسن حمدي ده زميلي كان في الكليه في نفس السكشن من سنه 70، وهو لعيب كوره وهكذا يعني، وزميلي في الاهرام، ودخلنا الاهرام المفروض مع بعض يعني 76. ازمه الاهلي كتبت نص صفحه في الاهرام مطلوب موظفين، نقطتين مجلس اداره ولاعبين ومدرب للنادي الاهلي. اوف، نص صفحه. إيه منشط قوي قوي. طبعا. كان مردوده عامل ازاي عليك؟ لا يعني بصي، لما تكون بتنتقد وانت على حق الناس بتصدقك يعني. لو انت بقى مش على حق بقى يعني تبقى حاجه مش حلوه يعني. مردوده كان في مناقشه مع واحد من مديرين التحرير بتوع الاهرام الله يرحمه، كان زملكاوي جدا. فكان بيعاتبني على نقد انا كاتبه للزمالك. فقلت له يا فندم، طب انا منتقد الاهلي من اسبوع كده في نص صفحه. فراح قال لي لا يا حبيبي، ده غضب المحب. فسرها على ان انا يعني غضب المحب يعني. انت عشان بتنتمي للاهلي بقى وبتحبه. معقوله؟ لكن يعني كان بيلومني يعني كده مش عاجبكم وكده برضه مش عاجبكم، مفيش حاجه بترضي حد ابدا. هو لازم تبقى اهلاوي او زملكاوي، واذا لم تكن يبقى حضرتك دنماركي سويدي. ايوه. حاجه زي الدنمارك بقى. انا بشجع الدنمارك. المره الثانيه بقى الزمالك مثلا. الزمالك كان حاله انهيار، واتغلب ماتش كان ماتش من الماتشات المهمه. فكتبت انا بوصف الماتش، رحت كاتب العنوان بتاع المباراه، دموع على جدران 100 عقبه. ايه ده بقى؟ انت يعني ايه يعني الدراما دي بقى؟ في الدراما حاجه زي كده. كان ايامها في مسرحيه مشهوره جدا، دماء على ستار الكعبه. فانا اخذت من اقتبست يعني من العنوان حاجه زي كده يعني. ففي لا منشطات كتيره قوي قوي يعني. بس الوقت اللي حضرتك كنت تكتب فيه المنشطات دي ما كانش ليه مردود على السوشيال ميديا يعني. مثلا انا افتكر، لا ما كانش فيه سوشيال ميديا ما كانش فيه وقتها كده. لكن انا افتكر مثلا ان من سنه او من سنه ونص اتكتب في الاهرام منشط، او كانت الغلاف بتاع الاهرام الاهلي بيغرق او حاجه شبه كده، الدنيا قامت ما قعدتش. لا ما احنا ما هي حتى قبل السوشيال ميديا احنا مره في الاهرام الرياضي اتكتب عنوان على الغلاف يسقط صالح سليم قبل الانتخابات. انا فاكر مشهد، انا كنت يعني في الشارع، ففي حد قدامي فشاف المنشط الجرنال المجله متعلقه عند بتوع جرايد وقتها. فلقيته راح ايه مفرمل، وايه بقى
يسقط مين يا اولاد اللي مش عارف ايه. طبعا المعنى كان جوه حاجه تانية خالص يعني. بس هو ده اللي يعني كان كاتشي وقتها. من ضمن الحاجات يعني. لا في حاجات كتيره قوي يعني، مانشيتات كتيره جدا 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 خلت يعني. انا والدي مره كتب ماتش اهلي وزمالك، الاهلي يلعب بخطه ولا حاجه، بخطه ولا حاجه، ولا حاجه والزمالك يرد بخطه اي حاجه. يعني كان ايامها منشتات بالشكل ده يعني. فقره منشت بنجيب اهم التصريحات اللي يكون مثلا صرح بيها النجم اللي معانا او الضيف اللي معانا، اهم الكلام اللي اتقال عليه او اتقال على لسانه. لكن في الحاله دي بقى لازم الموضوع يكون مختلف. فاحنا معانا النهارده اهم التويتات اللي حضرتك كتبتها، تعال نشوفها مع بعض. حاضر قوي. يلا اشوف. صلاح ملك المنتخب. ملك. ايوه طبعا ملك. الكينج. ايجيبشن كينج. زي ما بيلقبوه هناك في لندن. طبعا. واختاروه هتف الجمهور الانجليزي للملك المصري، دي حاجه صحيح. عظيمه جدا. طب انت ما بتشوفش ان فكره يعني تعظيم صلاح جوه المنتخب الوطني بتضايق بعض الزملاء منه؟ ممكن. بس انا هنا هنا انا قايل صلاح مفيش ملك بينتخب. يعني اللي بينتخب هو رئيس الجمهورية. صحيح. لكن صلاح هنا ملك. أنا قصدت إن هو أول ملك كورة يتم انتخابه وتتويجه ملكا على كرة القدم وهو باختيار الجمهور يعني. ده اللي أنا كنت أقصده من التويتة دي. ودي طبعا مرة مثلا رئيس البرازيل، رئيس جمهورية البرازيل خرج إلى شرفة القصر الجمهوري وهتف يحيى الملك. مين الملك؟ بيليه. فالأول مرة في التاريخ والمرة الوحيدة صحيح يهتف رئيس جمهورية إلى ملك. صحيح. ده بعده. لمن لا يعرف إنها جائزة واحدة مثلها مثل جائزة أحسن لاعب في أوروبا، مجلة فرانس فوتبول والتي أصبحت أحسن لاعب في العالم واسمها كان فيفا فرانس فوتبول. نعم. حصل جدل. كابتن علي ابو جريشه. الكلام ده كان على الخطيب احسن لاعب في افريقيا سنه 83. واول لاعب مصري في تاريخ المسابقه بيفوز باللقب. طبعا. الكابتن علي ابو جريشه واحد من اعظم اللعيبه المصريين. اكيد. اخذ جائزه احسن لاعب في افريقيا سنه 70 بناء على دوره مع الاسماعيلي في بطوله افريقيا 69. كابتن علي اخذها من مجله اسمها جون افريك، او يعني مجله مش متخصصه في الرياضه. لكن الكابتن علي كان ثاني احسن لاعب في الفرنس فوتبول في الوقت ده في 71 اعتقد يعني. يعني مش الاول، بس طبعا الناس مش بتذكر الا الاول. صحيح. ففي حصل خلط بين علي ابو جريشه كان هو اول واحد ياخد الجائزه مش الخطيب. فالذاكره دلوقتي بترد بقى. طبعا ذاكره يعني الرياضه بترد طبعًا عليهم. في تويتر. بس يعني بس هل انت رديت في الوقت ده يا كابتن حسن من دافع مثلا ان كابتن محمود الخطيب صديقك فانت محتاج توري للناس لا انتوا بتاكلوا عليه حقه؟ لا لا خالص خالص. عمر ما صدقتي بمحمود الخطيب اثرت عليا في شغلي يعني. وهي الناس فاهمه ان طالما هو طالما نحن اصدقاء. طب انا صديق لفاروق جعفر وصديق لحازم امام وصديق للعيبه نجوم. حماده امام ده كان الضابط بتاعي في الجيش. يعني انا لما كنت عسكري الله يرحمه يعني طبعا كان الضابط بتاعي الكابتن حماده امام. يعني حاجه لا طبعا. يعني عايز اقول لك ان كابتن حماده امام يعني من اسباب جوازي يعني كمان يعني. كمان. يعني من يعني تشوفي بقى العلاقه شكلها ايه. لا يعني ليا صداقات كتيره جدا جدا. ده بحكم ابويا واللعيبه اللي كان بيكتب عنها والنجوم اللي كان بيكتب عنها. وعلاقتي انا بالوسط الرياضي منتخب مصر سنه 84 قبل مباراه تونس المهمه جدا. المنتخب المصري بكامل تشكيله ولاعبته واحتياطيه وجهازه الفني عندنا في البيت بياخدوا راي نجيب المستكاوي الماتش ده يتلعب ازاي. لا يمكن ده يحصل مع اي صحفي في مصر.
ده ما تكررش ابدا ولا يمكن كان يتعمل مع صحفي. يعني يا كابتن شوفي حسن شوفي قيمه يعني والدي، انا مش بتكلم عليه طبعًا باعتبار والدي بقى. طبعا انا بتكلم عليه باعتباره ناقد رياضي مؤثر جدا في الحركه الرياضيه المصريه يعني. صحيح. وعلى فكره لما قامت الثوره ثوره 52 جمال عبد الناصر هو كان اداله وسام، لكن قبل ما الوسام عينه ضمن اتنين تانيين لاداره اللجنه الاولمبيه المصريه. يعني شوفي في الوقت ده يعني كان شخصيه رياضيه كبيره جدا يعني. ده يخليني اسال حضرتك، هل ما فيش صحفي ممكن يجامل لعيب بسبب مثلا علاقتهم الشخصيه؟ لا نعم بيحصل طبعا. طب ما بيحصل، بيحصل كتير جدا وعادي. لا مش عادي بس بيحصل، بس مش عادي. مش عادي شيما، ده مش عادي. مش عادي لا طبعا، ولا يجوز، ما ينفعش. انت حضرتك تشتغل عند الناس دي لا انت تخاف منهم بس مفيش حاجة اسمها صداقة. الصداقة دي بره الشغل ما ينفعش بجد، لازم تكون رأيك. وعشان كده الناس ما بتاخدش بالها بس يعني انا ممكن انتقد شيكابالا جدا على سلوكه في مباراة السوبر اللي كانت في الامارات مثلا، لكن انا اموت دفاعا عن شيكابالا لما يتعرض الى ظلم، الى ظلم والى عنصريه والى والى والى، لا ادافع عنه بمنتهى القوه. الناس ما بتاخدش بالها من امتى الواحد بيدافع وامتى الواحد بينتقد. صحيح. انا يعني في موقف لازم واجب عليا الانتقاد طبعا. وبعدين انا هنكر، هو في حد يقدر ينكر يعني ان مثلا محمود الخطيب ده لعيب مهاراته معجزة يعني؟ حد يقدر ينكر ان شيكابالا لعيب كرته جدا ساحرة؟ صحيح. جهده البدني قل ومش عارف، ماليش دعوة، لكن لما يجيب جون حلو اما يعمل تمريرة حلوة لازم الواحد يقول الحقيقة. الواحد يقول على لعبة حلوة حلوة طبعا طبعا. لا دي مش انشا، مش انشا بجد، دي حقيقة. صحيح. من برنامج حق الجماهير في التلفزيون. أيوة. اثناء مناقشه ازمه الكره المصريه والمنتخب، الموضوع قيد البحث من سنه 1963. ده صحيح. بس هنا في البرنامج ده اللي كان بتعمله المذيعه الكبيره جدا فريال صالح، كان قاعد معانا ده الاستاذ حمدي الكنيسي وانا وكان معانا يعني شخصيات كثيره. كان محمود الخطيب هو ضيف الحلقه، مش هو صاحبي. لما اعتزل كلهم قالوا له انت ليه بتعتزلت؟ يا خساره انك انت اعتزلت، انا التسجيل ده موجود على اليوتيوب، انا الوحيد اللي قلت لصديقي انت صح انك انت تعتزل واختيارك انك انت صح. وهو صديقي، وده التوقيت المناسب، وهو نجم النجوم. صحيح. اللي ما فيش حد جه زيه بعد دي يعني. لكن في الحلقه دي انا قلت لا، توقيت اعتزالك صح، وهو صديقي. أنا واحد تاني يقول لك ليه يا محمود اعتزلت؟ خساره يا محمود، ده انت لسه تدي 10 سنين كمان. مش انا في الشغل مفيش مجال المجاملات، ما اقدرش. صحيح. بخاف من دول الناس، الجمهور. الناس اللي انا بجد والله بعمل لهم حساب. صحيح. بعمل حساب واحد بس يقول لي انت، يشك في ان انا بكذب بجامل. ما اقدرش، ما اقدرش. ممكن اغلط يعني ايه، اقول راي يكون هذا الراي خطا، مش مشكله عندي. انما يعني اضخم من لعبه من لاعب عشان هو صاحبي او عشان انا لمعه او عشان، لا 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 لا، هو عشان في بينك وبينه موقف ما فتخسف بالارض. بصي حصل موقف طبعا لعيبه كتير قوي انتقدتها وبتاع ده، بس احلى موقف حصل على لاعب انتقدته يعني، ويا رب هو يقبل ان انا اقول الكلام ده النهارده يعني، كابتن سيد معوض. كتبت مره في الاهرام، سيد معوض سريع جدا، فبيجري ورا الكوره، سبق الكوره ورجع خدها، سبق الكوره بجد ورجع خدها ولعبها مش عارف ايه، اعتقد جت جون ولا حاجه زي كده. فانا قلت الكلام ده، قلت لاول مره اشوف لعيب في الدنيا بيجري ورا الكوره يسبقها، يسبقها فعلا. فلقيت سيد معوض المره الوحيده اللي كلمني وهو لعيب بيكلمني ميت اروح من الضحك. على فكره من يومين ثلاثه كنت بكلمه
قعدنا نضحك انا هو على الـ على الـ على, على المنشد ده وعلى على المقاله على المشهد دي. اللي انا كتبته في الاهرام يوم ما كان بيلعب يعني طالما انت مش بتهين مش بتجرح حد احنا معنا سلاح صحيح السلاح ده ممكن يجرح ويعور ويأذي اللي انت بتعمل فيه كده ما معهوش نفس السلاح ده حقيقي بس ده كان زمان دلوقتي ما بقاش طبعا دلوقتي في طبعا دلوقتي بتحصل بقى تجاوزات مش مقبوله يعني ده حقيقي اللي بعده احنا دلوقتي بقى هنروح لصوره وتعليق شوف شويه صور كده ونسمع من حضرتك التعليق عليها عامل ازاي يلا بينا محمد الشناوي نجم الموسم واحسن لاعب في النادي الاهلي تديله كام من 10 لان حضرتك يعني ايه مشهور جدا بالارقام وبالكلام وبالتقييم دايما بارقام فتقول لنا 9 من 10 على الموسم ده 9 من 10 على الموسم الحالي ليه مش 10 من 10 لا يعني شفت ايه اخذ منه الدرجه دي لا يعني ممكن يعني اقول لك ليه الانقاذات بتاعته صحيح مهمه بس النادي الاهلي فريق مش بيتعرض للحارس اللي بتاعه عمل انقاذات هايله عشان كده يعني بقول ان هو نجم الموسم يعني انما ما فيش حاجه ايه يعني تصديات اعجازيه بتشوف يعني خط دفاع النادي الاهلي كان قوي في الموسم اللي فات دفاع الاهلي بس لا 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 الدفاع الاهلي فيه مشكله لكن فريق النادي الاهلي احسن فريق في مصر بيدافع وفريق النادي الاهلي احسن فريق في مصر بيهاجم لما اتسالت عشان بس الكلام يبقى واضح لما اتسالت في المقارنه ما بين الاهلي والزمالك قبل ماتش نهائي افريقيا جينا لغايه الهجوم ثلاثه قلت الثلاثه المهاجمين في الزمالك على المستوى الفردي احسن من الثلاثه المهاجمين بتوع الاهلي بس الاهلي كرته الجماعيه صحيح بتعوض الفرق بتاع المهارات صحيح اللي بعده مروان محسن ياخد كام من 10 على الموسم المنقضي بمنتهى الامانه ممكن زي بتوع السياسه اقول نو كومنت احنا لسه بنتكلم ان مفيش ولا مجاملات ولا بنيجي على حد ومنقولش غير الحقيقه والصراحه زمان كنا بديها بس دلوقتي يعني يلا 4 من 10 يلا 4 من ده كده ايه بالواسطه يعني بصراحه يعني فيها كمان درجه مجامله بقى انا يعني بعترف تلاتة. يعني انا بعترف مروان محسن يستحق 3 من 10 ليه وليه ما ينفعش ما ينفعش ان راس حربة النادي الاهلي اولا في ماتشات يلمس الكرة مرتين يعني الكرة تبقى بين رجليه مرة او اتنين او تلاتة وما ينفعش انه ما بقاش بيروح للجون وبيجيب جوان ومع ذلك اخر مباراة لعبها مروان محسن من احسن المباريات اللي لعبها في هذا الموسم مع انه ما جابش جوان انما كان كل كوره بتطلع منه بشكل ايجابي انا عارف ان جمهور الاهلي ده يقول لك يا عم مش عارف لا يعني عمل انفراد جاب انفراد لقفشه اعتقد عمل كوره بالمش وش رجله باد لك من طلائع الجيش بسام تصدي رائع من بسام حقيقة. عمل تمريره يعني كان انتاجه ايجابي ما ينفعش يا مروان يبقى انتاجك طول الماتش سلبي اوعى حد اوعى تصدق ان حتى لو المدرب بتاعك بيقول لك كده انا مش مقتنع واعتقد ان الناس اللي بتحب الكوره مش مقتنعه مش كفايه انك تكون بتجري شمال ويمين ويقول لك انت محطه صحيح يعني لا فيش حاجه اسمها محطه طيب خليني اسالك محطة في مصر بس لان الجمهور في الفتره اللي فاتت دي ابتدى ان هو يسال طب ليه مشيتوا وليد ازارو لو حطينا وليد ازارو في مقارنه مع مروان محسن مين الاكثر فعاليه بالنسبه للنادي الاهلي لا بصي مروان بيستخدم بطريقه ووليد ازارو بيستخدم بطريقه ثانيه زمن المساحات في الفرق المدافعين خلاص ابتدت تقل جدا دلوقتي حتى في اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي وليد ازارو لعيب عايز مساحات عايز يجري سبرنت ويقدر يسبق ويجيب اجوان وعشان كده كان بيعمل ده مروان بيتحرك كتير جدا مروان ممكن يدي اكتر من كده انما طبعا يعني الحقيقه انتاجه في الموسم اللي فات ده لا مش عاجبني يعني انا يعني
لازم يطور من نفسه، لازم يبقى ايجابي اكتر كتير. انا ما بقولش لازم يجيب. طب وشايف ازاي تمسك النادي الاهلي وتجديد عقد مروان محسن؟ ما اعرفش بجد، ما اعرفش ما اعرفش يعني ما اعرفش، يمكن وجهه نظر المدير الفني لسبب من الاسباب يعني اكيد، لكن ما اعرفش. وحتى لو مروان موجود الاهلي محتاج راس حربه يعني. انا مش عارف بادجي ده جه ليه ومشي ليه بجد. ما انا بسال، هو في الدنيا انديه بتجيب كل انديه مصر؟ يعني الاهلي والزمالك السنه دي معقولين شويه، لكن كل انديه مصر يتعاقدوا مع 20 الموسم اللي بعديه يمشوا ال 20 ويجيبوا 20 تانيين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده فعلا؟ ايه ده؟ ما حدش بيسال ايه ده؟ ما حدش مسؤول يعني بيسال ايه ده؟ لا لا، ده العالم كله يعني الانديه الانجليزيه مش عارف كل الصفقات الميركاتو يعني الشتوي يعني ولا الصيفي، اربع خمس لعيبه هنا، خمس لعيبه هنا، ثلاثه هنا، اثنين هنا، لكن مش 20 لعيب. في انديه بتجيب بالتسعة افارقه واجانب وخليهم وهنمشيهم، هنعيد اربعه ونمشي باقي 20 الموسم الجاي. انا لو معايا، انا معايا فايل كده في صفقات انديه مصر الموسم اللي فات وصفقات انديه مصر الموسم ده، والله حاجه تضحك. طب ازاي ده بيضر بقى سلبا السوق مبدئيا، واللعيبه كمان اللي بتيجي بتتركن دي وعايزين نبيعها ومش عارفين نبيعها، طب طلعها مجانا. يعني ايه يعني؟ يعني يشتري اللعيب ب 2 مليون دولار ويقعد على الدكه ما بيلعبش عشان ما يتاقلم، وبعدين ما يتاقلمش فيمشي. ايه لا لا لا، يعني انا ده مين اللي بيختار؟ ومين اللي على اي اساس بتختاروا اللعيبه ازاي؟ وبتختاروا المدربين ازاي؟ ده حقيقي علامه استفهام كبيره قوي. لا 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 لا، يعني ده انا بصراحه يعني مش انا بس يعني. اللي بعده كلنا بن شرقي. طبعا. كم من عشره بن شرقي يستحقهم على الموسم اللي فات؟ 8 من 10. 8 من 10 عشان اتعرض لاصابات كثيره يعني، لكن صحيح 8 من 10. ولو ما كانش اتعرض لاصابات لا كان يبقى 9 من 10. لعيب جامد جدا، لعيب كبير، ويعني الفوت ورك بتاعه مهم قوي. بيشكل بقى كام في المية من فرقه الزمالك؟ بيشكل كام في المية من فرقه الزمالك هجوميا؟ 75% او 70%. مؤثر جدا 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 في اداء الزمالك يعني. طب اللي بعده شيكابالا. معلم حريف، يعني ليه لعبه كده، سيبك من الجون اللي جابه في النهايه افريقيا، كمان في تمريره ساحره من تمريراته، من التمريرات اللي تقول يا الله، يعني لعيب جامد جدا طبعا. لكن جهده البدني اقل كتير، ما بيدافعش. يعني الزمالك بيلعب ناقص واحد دفاعيا لما شيكابالا يكون موجود في التشكيل. شيكابالا ياخد كام من 10 على الموسم اللي فات؟ لا الموسم اللي فات ده ما لعبش كتير يعني ما اقدرش اديله درجه، وهو مش يعني كمان يعني مش معظم المباريات كان فيها يعني. صعب جدا. شكلك يعني متعاطف معاه. لا لا مش متعاطف والله، مش حكايه متعاطف. بالعكس انا انتقدته. خايف تديله ثلاثة زي مروان محسن؟ لا 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 لا، شيكابالا حريف. لا يعني جامد يعني. طبعا دي اكيد. طيب شيكابالا خرج بره الامتحان خالص. مصطفى. محمد مصطفى. مصطفى راس الحربة رقم واحد في مصر. ده رأيي من زمان يعني. راس حربة بمعنى راس حربة يعني. في وقت الكرة ما بقاش فيها راس حربة بجد او صريح يعني. مصطفى عنده ألعاب هوا قوي، صاحب قرار سريع القرار في عند الجون 18. كلام كتير في الفترة اللي فاتت دي عن عروض كتير جياله واحتمالات رحيله عن نادي الزمالك. لو حضرتك مسؤول جوه نادي الزمالك، هل هتسيب مصطفى محمد ياخد فرصته ويحترف بره؟ عشان ده اكيد في الاخر هيعود بالنفع على منتخبنا الوطني. لا بصي، القرار يعني لو انا قاعد كده معاكي وانا هقرر صعب جدا، لازم ابقى عارف انا محتاج فلوس ولا لا. نادي الزمالك يعني عندي بديل لمصطفى ولا لا؟ طبعا ما فيش بديل. ما اعرفش حكايه الفلوس دي محتاجين فلوس ولا لا يعني. لكن هو من القوه المؤثره جدا في الاداء الهجومي لنادي الزمالك. صحيح. ف يعني على الاقل الزمالك داخل على موسم صعب جدا عدى عليه. ده حقيقي.
انصح انه ما حدش يستغنى عنه، لان ما يبقاش كمان التفريط فيه في موسم صعب تاني ورا الموسم الصعب الاولاني. ده حقيقي، ده حقيقي. انت واخده بالك انا اقصد مصطفى محمد ياخد كام من 10 في الموسم اللي فات؟ ولو دخلنا معاه برده ماتشاته مع المنتخب 8 من 10. 8 من 10 انا بس عايزه يعني ايه انفعالاته بقى تبقى يعني اهدى، يعني ما يبقاش عصبي، ما يبقاش يعني انت راس حربة الزمالك ومنتخب مصر المفروض يعني صحيح. فاتقل يعني، خليك تقيل. لبعده اسرع دليفري في مصر معلول. شيطان الجبهة الشمال في النادي الاهلي فظيع فظيع. كم من 10؟ 9 من 10. ده يعني مفتاح هجوم جبار في النادي الاهلي. بيمثل كام في المية من وجهة نظر حضرتك من ثقل النادي الاهلي؟ زي بن شرقي في الزمالك 70%. في الموقف الهجومي يعني يعني لما تبتدي هجمات هو يعمل يعني انجاز كرات عرضية. حتى ماتش طلائع الجيش الاخراني عمل كام كرة عرضية ارضية مش عالية كانت تبقى مؤثرة جدا يعني. اللي بعده ساسي. ساسي طبعا فنان يعني ده بيرسم. كان في تغير في مستواه خلال الموسم شوية طبعا يعني ياخد 6.5 7 من 10، لكن هو رسام برجليه يعني طريقته في اللعب في الستايل بتاعه رسام يعني بيعمل كده. بتستمتع وانت بتتفرج عليه؟ نعم بتستمتع وانت بتتفرج عليه. بصي في يعني انت جبتي صور لعيبه مش كلهم طبعا بس معظمهم تحب الكره تروح لهم عشان تتفرج هيعملوا بيها ايه. فلا هم معظمهم كده يعني النجوم دول. كابتن حسن المستكاوي معادنا مع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا مع كابتن حسن المستكاوي الناقد الكبير في أنسبوت. رجعنا سريعا لسه مكملين كلامنا مع استاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير في اون سبوت. كابتن حسن يعني وقتنا قرب يخلص بس انا لازم بقى الحق ايه كام سؤال كده في الاخر قبل ما يعني انا بصراحه صعبان عليا ان احنا ننهي الحلقه كده بسرعه. يمكن من اهم التصريحات او الاكثر تداولا في الفتره اللي فاتت لباتشيكو جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك قال فيها ان بطوله واحده لنادي الزمالك بخمسه للنادي الاهلي. شفت ده ازاي؟ هو انا الحقيقه ما شفتوش يعني. هو قال كده فعلا؟ هو قال كده فعلا. المعنى ده يعني تفسيره غريب جدا يعني. يعني الزمالك كل ما الاهلي ياخد 5 بطولات الزمالك ياخد بطوله مثلا؟ مثلا قصده كده. يمكن يكون كان قصده كده، انا ما فهمتوش برضه. لا لو قصده كده ده الزملكاويه ياكلوه. ده نمره واحد. نمره اتنين يعني انت تقصد ايه؟ تقصد ان الاهلي بياخد بطولات اوانطا يعني مثلا؟ يعني كاس افريقيا وكاس السوق وكاس مصر وبطوله الدوري كانوا اوانطا مش اوانطا. نوعيه صحيح. التصريحات دي بقى من المديرين الفنيين سواء لقطبين النادي الاهلي اهلي او زمالك بيكون عامل ازاي؟ بيكون واقع عامل ازاي على الجمهور؟ جميع المدربين مصر قال لهم اقروا الناس اللي زي يورجن كلوب جوارديولا بيتكلموا ازاي يقولوا ازاي يشوفوا الثقافه ويشوفوا المعاني ويشوفوا يعني التصريحات تبقى ازاي. حتى مورينيو صحيح. شوفوا التصريحات تبقى ازاي سواء تصريحات فنيه او سواء تصريحات عنطريه زي بتاع باتشيكو ده اللي هو يعني انا هو تفسيره المنطقي ان الاهلي كل ما ياخد 5 بطولات الزمالك ياخد بطوله. لا يا حبيبي ده كده يعني عيب قوي انك انت تقول كده يعني. صحيح. استاذ حسن المستكاوي نورتنا النهارده في اون سبوت. اكيد سعدت جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، يعني كان شرف ليا اكيد يا كابتن حسن. انا سعيد جدا طبعا ومبسوط قوي وباين عليا ان انا مبسوط من الحلقه ودايما بالتوفيق ان شاء الله. نورتنا يا كابتن. أشكرك. حسن مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في اون سبوت. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع نجم جديد وكواليس جديده في اون سبوت. خليكم معانا دايما.